نرجع لكم من جديد. آخر حلقة قعدنا نوصل للمدن، سوينا الشوارع الجديدة والدواوير الجديدة والخبصات الجديدة، الشارع اللي أعتقد إنه كان مشروع ناجح هذا. كان عندنا زحمة واقفة من هني لين هاي المدينة سبتها المخرج، ولا زال زحمة ترى. أنا ما أظن الوضع تعدل، لا زال زحمة، بس المشكلة مش هني، المشكلة إنه حتى لو أتخلص ريلوكيت خلوني أسوي له بحطيه هني. استانسوا مو مشكلة، خلكم مستانسين، أهم شي إنكم مستانسين أنتو. هذا أنا غيرته صح، خلوني نحط الشارع هذا. تحسون شوي طالة موضوع التوصيلات، بس اللي يلعب هاللعبة هاي يعرف ان الزحمة شي يقهر في اللعبة هذه. يعني الزحمة الصراحة معاناة في اللعبة هاي، فبيعرف اللي عاشها بيعرف، ولا اللي لعبها يعرف موضوع الزحمة ومصيبة الزحمة وحل الزحمة. مش سهل ابدا في هاي اللعبة. شوف الزحمة كيف توقف، شوف 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 اللي وين هم سوين جسر جديد نحن حق الشغلة هاي، لأن كانوا واقفين عند المدينة اللي قبلها، كنا واقفين بشكله بقطع الوصلة بكبرها أصلا. أفكر إني أكسر الشارع هذا أساس الناس تلف مدينة دايركت. بس المشكلة وين الزحمة تروح؟ الناس وين تبى تروح؟ تبى تطلع ولا تدخل هالمدينة؟ الناس تبى تدخل هاي المدينة. منو اللي يبون يدخلون؟ أسعاف وغيره، مستشفيات، وين يبون يروحون؟ خبروني وين. خلينا نستكشف سر الزحمة. ما في وركرز، الله يا اخي موفر لكم وركرز، بس انتم ما توظفونه بس احس انكم تخونون الصراحة. شوف خلي الزحمة، شوف وين تروح الزحمة، تروح يسار توصل لمنو؟ الصناعية صح، والشارعين مزدحمين اساس يصون الصناعية. هذا وانا حط لهم قطار، بس الموضوع مش هني، موضوع الزحمة هاي موقفة الدنيا. شوفوا كيف موقفة الدنيا، شوفوا الحين لازم نحصل حل للزحمة هاي. عالم اللي تبى تدخل هاي زين، هل نبدأ حل بسيط؟ شارع 8 مسارات، اوكي انا اسف كسرتهم، 8 مسارات يدخل لين القطار، اوكي القطار احس انه مظلوم، مش مظلوم القطار، انا احس انه ظالم مش مظلوم. سوي له شارع ثاني، والله سوي له شارع ونوي الصراحة ما يستاهل توي، بس ما عليه. خلنا شوي نفتك من الزحمة اللي على الشارع هذا. الزحمة هذه هاي تبي تسوي مشاكل. شوف كيف زحمة الشاحنات، شوف شوف كيف الشاحنات توقف حق القطار، القطار ما يوقف، احتياجات الناس ما توقف. الناس يبون ينزلون كونتينر ارفع كونتينر، نزل كونتينر ارفع كونتينر. فالحين اول شيء هالمدينة هاي لازم حل موضوع العمالة اللي فيها الصراحة. احس لازم في عمالة فيه، بس شو بسوي مع ان الموضوع عمالة وايد ناقصة. ناخذ البروش نشل المنطقة هذه كاملة، والبروش نرد نعبيها. وين انت البرش؟ منطقة كاملة مرة ثانية نعبيها 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 نعبيها. خل الناس زيادة تسكن، خل الناس زيادة تسكن، تعالوا طلعوا، خلهم يكسرون بيوتهم كلها، ونرد نحطيها عماير. شوفوا الحين عماير استوت، اوكي شوف بعدين اذا في فراغ عقب الدقايق بشوفها في فراغ، نوفر شوي عمال. جماعة زعلانين ما عندهم عمال. شوف كيف توصيل الباصات، لازم نهتم في المدن، لانه طلع من مدينة المدينة والمدينة دمرانة مصيبة.
عندهم باصات، عندهم توصيلات، عندهم مترو. الحين يبالنا شيء ثاني هني. انا احس انه ابى احطيه هني بس بتكون غلطة، انا عارف هالشي. فبما ان هذا جرين ما يسوي اي نوع من انواع الازعاج، بحطيه هني. خل هذا يتولى المدينة. فال ايوه فل شو اسمه فل اعادة تدوير وغيره. نشوف بعد زحمة. وهني الزحمة كيف بعد زحمة. الحين اخر حلقتين يمكن قضيناهم نحن في الزحمة، فشكلي باختصر. فاذا بحل زحمة ما بتكون على في الحلقة نفسها، بطلع برا مجال الحلقة اساس نقدر نحل المواضيع. انزين ابو اوصل توصيله دايركت حق اللي يطلع، بس هذا اخر شيء بسويه هني لين الجسر. ولا ما بيكون وايد مفيد ترى فكره، مش وايد مفيد، بيكون مضر. خلوا الحين هذا في حاله، نسير لمدينه صديقنا الاوبرا. وين مدينه الاوبرا؟ كم مدينه عندي صارت يا جماعه؟ شوفوا وين الارض ممتده، شوفوا شوفوا. المهم مدينة الاوبرا مالي نحاول نوفر فيها محلات تجارية حقهم. مكان سياحي شكله، وقام يضبط التجارة عنا الصراحة. شوف العالم شغالة تبى محلات، عالم تبى محلات، نحط بينهم بيوت. ما يقولون اكل حد يروح الدوام قريب، والله الدوام بعيد وهذا وخلطهم في بعض. استراتيجية الجديمة مش 100% ناجحة الصراحة، استراتيجية مناطق حتى لحد منطقة ما اظنها بالفايدة اللي انا تخيلتها بتكون مفيدة فيها. تعرفون كنت بحط هايبر ماركت من حلقتين وما حطيت للحين، بس خلاص لازم احط هايبر ماركت، تعبت. ما يستي بدون هايبر ماركت الوضع ما يمشي. مو بأفضل مكان استراتيجي، لكن مش أفضل مدينة أصلا أحط فيها الهايبر ماركت، بس عادي عندنا مباني مبدأ أحط فيها الهايبر ماركت. خلينا نشوف في ناس تي أكيد، وأن المطار بعد ما بيقصر. المطار شكله مطار أيام يو شي نفر يمشون الحال، ما معارضين من حل اي شيء. اي بلاوي ما اسوي فيهم. الصناعة هي اللي زين، انتو كمصانع تحتاجون عمالة. خلكم هني ترى هاي اللي يسوون زحمة فوق، بس ابا هالمصانع يكون عمالهم عندهم. من المصانع مصوعة في الهايوي. هذا الهايوي والله حللنا مشاكل، لو انه شكله تعبان صح، بس نفس هذا حل شيء. هي حل حل المشاكل الصراحة، بس هني تستوي الزحمة. مش مشكلة، خلنا نهتم في مدينتنا. احنا بنحط فيها تعليم، بننزل فينيكس هاي سكول، هاي ثانوية عامة. بس لحظة، الهايبر ماركت كسر خاطري. معقول منو بيصير هايبر ماركت وما عنده باركنات؟ صبر، وين باركنات هذه؟ نبى باركنات يا اخي، يبون باركنات، لازم باركنات شيء اساسي. تقول لي ما عندك باركن؟ ما يمشي الوضع. نبى اذا مش باركن على الاقل نحط لي شيء، حديقة، شيء في صغيرون. ايوه خلنا نحط لها السوالف. شوف الباركنات اللي عند الهايبر ماركت، هو اصلا عنده باركنات بس جات الخير خير. يعني منو المظلوم؟ هاي العمارة، هاي العمارة ما عندها باركنات ابدا ابدا. وين الباركن هذا؟ هذا هو. مش مشكلة مش ان انا بستغني عن هالناس، لكن مرات الباركن شيء مهم. شوفوا
باركن يسوي فرق في المنطقة يعني. هاي الحين عندهم باركنات، الباركنات يوفر خدمات بعد، ترى كنا حديقة يغطي 150 نفر أو شيء من هالقبيل، فمو من ما يضر. شوفوا منطقة خضراء، هاي عندهم وايد باركنات هني، المطار عنده باركنات، كل حد عنده باركنات. زين الحين هذا مطار، حد بيطلع من المطار ميت عطش شيء، ما عنده دكان وما يستوي، لازم يكون عنده دكاكين صح؟ لازم يكون عنده دكاكين. خل الدكاكين اتي، خل نستفيد شوي من المكان، عندنا ماي، ماي بيمشي حال الماي شوي، هيكون عندنا دكاكين. انا ما سويت للحين توصيلات خضارات فعليا مكان مكان، بس هل الحين بوصل مدينة الشاطي في المدينة الثانية؟ شوف كيف بسوي مدخال من مدينة الشاطي اللي هي هني، بحطي يسار هذا القارب فيري ديبوت يا صديقي يا عبد، ما بكسر هالبيوت بس سوري لازم. الحين عندي مشكلة ثانية، توصيل الشارع مكانه شكله تعبان، بس عادي تو واي ستريت يحل الموضوع. انزل النيوز، النيوز ما عندنا شيء نيوز، بس مكانه حلو يا جماعة شوفوا فوق الاسمنت. وين الفيري صديقنا؟ وين الفيري؟ فيري ستوب، فيري ستوب، والله حلو الفيريز يوقفون على هذا على الاسمنت. هني بقدر اوصل شارع؟ هذا سؤال ثاني، بس بشوف سواء قدرت ما قدرت، انا مش عارف الصراحة. سوي شوي جسر برا على المكان ما يضر. اوكي عندك كهرباء، نت انف ووتر؟ لا عندك ووتر صديقي، صدقني بنحط على الاقل فيري ديبوت مالهم العبارة هاي، ما بحط. الشارع هني وايد فوق، لا اظني يتوصل، اظني اتوقع يتوصل ولا دور. تعال وصل الحين هالشوارع هاي، تعال اوكي شو يوصل الحين الخدمات؟ هاي مشكلة ثانية ترى، هاي شو الخدمات اللي توصل؟ موضوع ثاني عن شو. خلنا نرسم مسار بحري، مسار الأول واحد اثنين ما باه هني، ابا بعد شوي ما باه، اذا قاعد يصافقون علينا طول اليوم ما فينا. هاي ليون من اي درب؟ هذا الدرب ما اظن بيضر، ما عليه شوي بيجي في الوسط هني ينزل هني. المهم يعني اظن بينسقون ما بينهم، اتوقع اتوقع. هذا صديقنا الاول، هذا ما يباله. نوصل الفيري دبت الثاني ونروح. الحين مدينتين استوى عندنا تغطية عليهم، شو تغطية ثانية؟ التغطية اللي استوت عليهم الحين تغطية القوارب ما بين مدينتين. تغطية القوارب يا قوارب، الحين ابى افكر اني اكبر اوسع هذا المكان، بما ان الحين انا ما عندي انتاج ماي من هني. يوه شوف الماي كيف تجمع، شوف الماي كيف تجمع، ابعده ما ينتج. هذا بالعكس محطوط، تعرفون هالشي؟ لا سبب لا يستحق. مع السلامة، تم قتلك انسانه يا صديقي، انسانه يا صديقي. زين الحين لو
لو حفرنا شوي وراهم. الماي محتاج تحفير. اوكي انا محتاج شيء عميق الحين، ابغى اشوف اقدر اجيب فيري دبت مهني ولا ماروم. not enough money، ردينا الموضوع ما عندي فلوس. ماروم اخذ رون ماروم. اوكي وبنا هالمكان يجي ماي من الصوبين. شوفوا الحين رجع ماي هني، شكلنا بنشل موضوع الفلوس. يا الله التلوث، يا الله التلوث، يعني التلوث راح هناك شكله بيرجع هني. الحين ينقلون شيء ولا ما منهم فايدة؟ شال حد هذا؟ لا ما شال حد. كيف بيشيل حد؟ زين خلنا نشوف باص. طيب يوقف العالم وين؟ عند الفريد بتسايل. هي النقطة هاي في المدينة مثلا يشل العالم ويرد. اوكي وهاي المدينة نفس الشي، هي هني الباص يشل العالم من هني. ممكن في باص هني يشله، باص هني يشل، وهي رجع الناس عند الفيري دبت. كيف بيشل ناس وما في حد يوصلهم؟ سحب عليهم انا. هذا واحد جايين يركض، ما اعرف مسكين كيف المفروض ينزل هذا. سؤال، انت بذمتك شليت حد؟ كيف يرمي يشيل هذا؟ كيف يرمي يشيل حد؟ بذمتكم بيشل الحين هذا؟ شغال. يا الله كيف يركبون العمود تسلق. ابدا مش عملي يتسلقون بالطريقة هاي. ما اتعلم من الشغلة، اتعلم من الشغلة الحين. اعرف ان الشغلة الحين اروم احط في ريدي بوتيني، بس كيف يركب في النهر وانا حاط جسور والدنيا هذي؟ سر بكسرها، شكلي بكسرها انا اخر شيء. لكن صدق هذا مدينة الأوبرا، حبينا سوبر ماركت مسمين. خلنا نسوي حلقة سوبر ماركت أحسن. عالم مستانس هني حولك يا سوبر ماركت. والله في عندي 44 سايحة، عندي مترو، عندي قوارب، عندي كل شيء الحين في المدينة تقريبا. بس هذا ما حطيته أنا الصراحة، ما حطيته، ما أدري، ما أعرف. في مستشفيات تعبانة. هاي مقبرة تعتبر تشيرش كريف يارد، نفس الكنيسة هاي. ندفنهم في الكنيسة ليش؟ هذا سؤال ثاني. لما انت عندك عمارة هني صح، وعندي سوبر ماركت هني صح، من بيشتري من عنده؟ المستشفى راح يشتري. اعتبر المستشفى الصراحة رقم واحد، اشوفه منظر سياحي المستشفى هذا صراحة. أنا أشوف منظر سياحي هذا، ما تشوفون مشكلتكم. هذا بعد مبنى منزلينا، هذا بعد منزلينا. خلنا نشوف شو بعد موجود عندنا نقدر نحطيه. نقدر نحطيه عماير ثانية هنا. هالمدينة راح تكون شوي متطورة أكثر من باقينا أظني الصراحة، لأنه وايد حاط فيها، أنا حاط فيها عوامل سياحة، عوامل صناعة، ومواصلات، وأباها تتطور. مدينة الأوبرا هاي كان اختيار جيد، مكانها كان اختيار جيد، مكانها كان زين على هضبة، مكان الأوبرا محلاهني. في عالم التي، في باصات تجيبهم، في مترو ينزلهم، في مطار يعزهم، في وايد امور يعني.
وين صار؟ هذا حلو، هذا يشيل 8000 نفر. construction cost 35000. بس استانسوا العالم. الا واحد crime rates هاي، انت شكله ما ينفع وياكم. لا مركز ورا مركز، مراكز الدنيا عندنا مو كفيتنهم. تركم مركز ورا مركز، مركز ورا مركز. هاي شكلنا الحلقة هاي بنكمل فيها المدينة هاي، خلاص مدينة الأوبرا خلاص، ونحطيناها لين الآخر لين الآخر. وصراحة سلسلة يا إذا بدأ نزل موسم جديد أنا ببدأ سلسلة بس نظامها غير، ما بحطي فلوس وهذا في اللعبة، لا بحطي كيف البناء. إنها سلسلة تقريبا أنا الحين أحس إن يسدها، لأن تقريبا سوينا كل شيء وتعلمنا وايد وعرفنا وايد عن اللعبة. بس الحين شو اللي لازم نسوي إذا بنسوي سلسلة ثانية؟ إذا تبون سلسلة ثانية خبروني، بس أنا خلاص يعني خلال هالمدينة والمدينتين موصلهم في بعض، ما بسوي مستعمرة خرافية جدا أكثر من هاي، مستعمرة عادية مجموعة مدن وصلنا بينها، استعملنا تقريبا كل شيء في اللعبة ونزلنا مودات كل شيء. فإذا بننزل سلسلة ثانية بتكون لازم مثل ما تقولون بدون لمت، بنزلها مودات، بنزل مباني، بنزل خرائط جديدة، بنبني بستايلات جديدة. نحن فعليا في هال البنا ولا هالمدينة نحن شو سوينا؟ نحن اكتشفنا اللعبة كامل وعرفنا شو السالفة والزحمة والشوارع والدواوير. وإذا تبون نكمل السلسلة هاي بعد ما نكملها ما في مشاكل. أنا بشوف بقرر على حسب الكومنتات، إذا حسيت إنكم تبون السلسلة هاي بنكملها، إذا ما تبون نكملها ما بنكملها. بس تقريبا نحن سوينا كل شيء، حتى الأرض عدنا تشكيلها في بعض أماكن، فالمكان استوى فعال. ممكن أضيف كم من مطار ولا غيره وتشوفون الدنيا تولع، بس الدنيا شوفوا حلوة نفس ما هي. شوفوها ممكن تسويها كلها مدن بعد، الموضوع عندكم الكرة في ملعبكم والسلسلة موجودة. إذا تبون نكملها هدوا تحت في الكومنت ان نكملها، اذا ما تبون نكملها قولوا لنا، بنعرف سواء نكملها ولا ما نكملها. ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه من العاب ثانيه ونفس اللعبه او اللي تحبونه في القناه واللي شو جذبكم للقناه. ونشوفكم على خير ان شاء الله.